السلام عليكم. هتكلم عن موضوع يعني جميل ويهمنا كلنا، الإجهاد العضلي. أنا الفكرة بتاعت الفيديو المرة دي والموضوع بتاع الإجهاد العضلي جالي إمتى؟ جالي منا أنا وزمايلنا، بالذات الناس اللي هي ملهاش في الرياضة واللياقة البدنية لطبيعة شغلهم. فمجرد ما احنا مثلا نيجي نفوق لنفسنا ونقول احنا عايزين بقى نشتغل يعني نلعب رياضه ونرجع بقى لايام زمان وصحتنا ترجع كويسه ونستلزم الكرش والتخن والكسل اللي احنا فيه، يلا يا جماعه نعمل ايه؟ اسهل حاجه بالنسبه لنا لعب الكوره. تعالوا يا جماعه يلا نشوف ملعب نأجر فيه نلعب. هوبا لا ده احنا عايزين كل يوم بقى نيجي الساعه ديت ونلعب فيها بعد شغلنا. طب ده يا عم خليها يوم ويوم عشان الوقت تمام، نلعب اول يوم نصحى كلنا جسمنا مكسر مش قادرين نتحرك، همدانين مكسرين مانيش نفس ننزل شغلنا، ولو نزلنا مكسرين وجسمنا متكتف نقعد اسبوع اتنين، لا يا عم مش هنروح لما نفوق الجسم لسه مكسر، وننسى الفكره بتاعت الرياضه والكوره وتجديد النشاط والكرش، لان احنا لقينا نفسنا متكسرين وما بنفوقش بالتكسيره ديت الا فيها ايام واسابيع وبتاثر على شغلنا. طب هو ده الحل؟ طبعا لا. بالنسبه بقى للناس اللي هم بيعملوا رياضات وتدريبات شاقه زي بتوع الرياضه الكوره كمال الاجسام الجيم، او الناس اللي شغلها شاق شيل وحط، ايه اللي ممكن تتغلب عليه؟ لان الناس دي بتعمل مجهود عضلي جامد، ايه اللي ممكن تقدر تتغلب عليه وتستخدمه عشان تتغلب على الإجهاد العضلي ويفوق بسرعة ويقدر يستمر ويمارس نشاطه ورياضته أو عمله اللي بيستلزم منه؟ في حاجات مهمة. الحاجات دي بتتقسم، إما مساج على العضلات بتبقى مشدودة، إما إحنا بيبقى في أدوية معينة بالنسبة للدكتور، بيبقى في مكملات غذائية، في حاجات موجودة في البيت احنا بنستخدمها في المطبخ بتاعنا كلنا، في آلة بعد التدريبات بنعملها. نتعرف على حاجة. أول حاجة، أنت لما تعمل مجهود شاق أول ما تروح البيت أو لو أنت في جيم بتاخد دش بارد. أهم حاجة الدش البارد بيقلل نسبة كبيرة إلى الإجهاد العضلي على طول، وفي نفس الوقت مجرد خدت الدش حضرتك البس ودفي نفسك. البس ودفي نفسك حتى لو كنت في الصيف. تروح البيت حضرتك بتاخد دوش بتاخد تقعد بانيو تملاه ميه، او لو كان عضله معينه مثلا في الرجل او اي حاجه عشان لو حد بيمشي كتير بتجيب حمام ميه دافيه بزيت انجليزي. ليه الزيت الانجليزي؟ ملح انجليزي. ملح انجليزي ليه الملح الانجليزي؟ لان الملح الانجليزي غني جدا بالمغنيسيوم. المغنيسيوم هو واسط العضلات وبيقلل تشنجاتها ومكوضاتها والاجهاد بتاعها. يبقى كده بناخد اما الرجل مثلا تعباه وعايز يحط رجله في ميه دافيه يحط معاها شويه ملح انجليزي، اللي عنده بانيو بيملاه وجسمه كله مكسر بيملاه ميه دافيه ويحط فيه ملح انجليزي بيلاقي نفسه ساعه كده والحياه الامور معاه احسن. لو عضله لوحدها هي اللي متاذيه او تعبانه بتعمل لها كمادات ميه ساقعه، او بنعمل لها مساج، او اللي عايز يعمل مساج لجسمه كله لو هو تعبه المساج بنعمله بالزيوت الطبيعيه، مش زيوت اللي هي الكيميائيه او الموجوده في الصيدليات زي جونسون او غيره او الصفار، لا احنا من الحاجات الطبيعيه زي زيت الزيتون، زيت المسترده، زيت احنا قلنا الزيتون وزيت عباد الشمس. طبعا ديت ما حدش يعرف المعلومات ديت لان الاكل اكتر منها، انما هي كمساج بيفيد جدا في التخلص من الاجهاد العضلي. من الادويه اللي ممكن نكتبها او تاخدها من الصيدليه عشان تجيب نتيجه سريعه للناس اللي بتستعجل، الاقراص المسكنات واهمها النابروكسين. بيبقى مفعوله ممتاز جدا في عمليه تكسيره الجسم والاجهاد العضلي. ايه المكملات الغذائيه اللي انا ممكن اخدها تساعد معايا على الاستشفاء بسرعه من هذا الاجهاد؟ الادويه دي كلها اللي انا هقوله ده كله اللي هيبقى معظمهم فاهمين اللي هم لهم في الشغلانه ديت او بتوع كمال الاجسام. عندنا فيتامين د وفيتامين د بس بنسبه برضه يعني حد اقصى ما يزيدش عن 5000 وحده في اليوم. كرياتين والكارنيتين وبرانشين امينو اسيدز كل ده عباره عن
احماض امينيه بتساعد كتير على الاستشفاء والتخلص من الاجهاد العضلي. وبيكربونات الصوديوم نفس القصه. ايه تاني حاجه؟ ايه التدريبات اللي ممكن اعملها تساعد ان اتخلص؟ في اسطوانه كده معروفه عند المدربين وفي صالات الجيم، الصالات الرياضيه، اسمها الاسطوانه الرغويه. بيعملوا عليها بعض التمرينات سواء للظهر للجنب لاي مكان فيه اجهاد عضلي، وبيبدا يجيب نتيجه كويسه وبيعمل ريلاكسيشن جامد للعضله وتحسن سريع للانقباضات بتاعه العضله. ايه الحاجات اللي بتبقى متاحه ممكن استخدمها من البيت او من المطبخ تساعدني ان انا اتخلص من الارهاق ده؟ اول حاجه خلي التفاح ممتاز وبيحرق الدهون وبيزود الدمره الدمويه وتدفق الدماء للعضلات فبيساعدها على الاستشفاء. الكركم، الزنجبيل، والحاجات دي ممكن تشربوها سواء كمشاريب مع الشاي او غيره، او تشربه لوحده فكلها ديت مشاريب، او تتاكل على اكلات فمش هتفرق. الاناناس، التوت البري، اكل الاسماك والسلم والتونه بيعمل على الاستشفاء السريع بالاجهاد. طبعا ممارسة الرياضة اللي مش عنيفة، انت بتحمي عضلاتك من التفرحات ومن الاجهاد ومن التليف. العضلة بتتكون من الياف عضلية، الالياف دي بتتقطع ومكانها بيتكون حاجة اسمها فايبرس تيشو، بتتكون لها انسجة ليفية فبتخلي قوة العضلة بيبقى محدود مع الالم المستمر اللي ما بيختفيش. الشغل المجهد او الشرف لازم أن تتعود يبقى فيه ريست، ما تشتغلش 3 4 ساعات في شغل الشرف ده او 4، لا اشتغل ساعه وريح شويه، الساعه الثانيه وريح شويه، تدي العضله راحتها عشان تقدر تشتغل معاك وما تجيش في سن معين تلاقي نفسك مش قادر تشتغل ويبقى دمرت نفسك بنفسك. اللي بيروح صاله الجيم يا ريت استعانه، لو انت لسه جديد ومش مدرك استعانه بالمدربين اللي فاهمين، المدربين اللي مذاكرين، مش اللي بياخدوها بيزنس وتجاره وكلمتين واحد قاعد في صاله وحافظ الالات واسامي الالات وخلاص. التغذيه لازم نبعد عن السكريات والاملاح، مشي يومي، كل ده بيساعدنا على التخلص بسرعه من الاجهاد العضلي. يا رب تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم والى لقاء قريب ان شاء الله.